أحد 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 أحد. إن لم تكتفي يا بلال فهناك المزيد. أحد 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 أحد. إن ذكرت آلهتنا بخير سنخفف عنك العذاب. لساني لا يخالف قلبي. اللهم اللهم اجعلني من عبادك الصابرين. أما آن لك أن تعود إلى صوابك بعد كل هذا العذاب يناجي ربه؟ لا فائدة لا فائدة. لا تيأس يا أمية. لا أحتمل، لقد مللت منه، سأقتله. إنك إن قتلته أرحته من العذاب. استمر في تعذيبه ولا تيأس. يا أمية، يا أبا الحكم، أي ثأر بينكم وبين هذا العبد الضعيف؟ من أنت وما شأنك؟ إني رسول أبي بكر إليك. وما شأن أبا بكر بأمر كهذا؟ إنه عبدي، ملك لي، أعذبه كما أشاء، فما دخلك أنت؟ إنه عبد الله وحده، وأبو بكر يطلب منك أن تكف عن تعذيبه. أتريده أن يستبدل الضلال بالهدى؟ اصمت! هل تسبنا وتسب آلهتنا؟ فليشتريه أبو بكر إذا أراد، إن ثمنه 7 أوقيات من ذهب. والله لو طلبت 100 أوقية من الذهب لفديناه. لو عرض أبو بكر درهما في هذا العبد لأعطيته إياه. انتشر الإسلام واشتد عذاب الكفار للمسلمين، فأذاقوهم كل أنواع التعذيب، الكي بالنار والضرب بالسياط والصلب والجر بالحبال على الأرض الملتهبة. نعم، حتى جاءت الهجرة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى يثرب، وفي نفس المكان الذي بركت فيه الناقة ونزل عنها رسول الله، وبنى المسلمون أول مسجد، ورفع بلال أول أذان في الإسلام. وعندما جاء يوم فتح مكة وهتف المسلمون، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وحينها صعد بلال فوق الكعبة يؤذن في المسلمين. الله أكبر الله أكبر الله ماذا بك؟ لماذا تبدو حزينا هكذا؟ لقد أتاني رسول الله في المنام يعاتبني ويقول لي: ما هذا الجفاء يا بلال؟ أما آن لك أن تزورني؟ فداك أبي وأمي يا رسول الله، والله إني لأشتم رائحة رسول الله. قلبي يخبرني إنه بلال. بلال، حمد لله على سلامتك يا صاحب خير خلق الله وأكرمهم. السلام عليك يا زوجتي. وعليكم السلام. ماذا بك؟ تبدو مريضا، تعال استرح من عناء السفر. لا أكاد أقوى على الوقوف. استرح يا بلال وسآتي لك لا داعي يا هند، لا تتعبي نفسك، إنها النهاية يا هند، لقد غلبني الشوق إلى رسول الله،
ومن الله علي بقرب اللقاء. مرحى مرحى يا رسول الله، مرحى يا رسول الله.